تحديث 13.20 نزل معنا اليوم بتاريخ 30/6، نزل معه كتير اشياء خرافية، نزل معه كابتن امريكا ونزل معه تسريبات خرافية. الصراحة هذا اكتر تحديث بلاقي فيه ملفات مسربة وبلاقي فيه اخبار حلوة جدا رح تسعدنا ورح تسعد الناس كلياتها، وخبر مهم جدا للفي باكس وطريقة شراء في باكس جديدة. فاذا انت اول مرة تشاهد الفيديو عندي على القناة تعرف لايك سبسكرايب والقصص هاي، كومنت حلو اللي رأيك كل شيء هيك يعني على السريع لانه الفيديو طويل وحاول اختصر قد ما اقدر. فهلا والله بزك كان الطابة الأرضية وفيديو جديد. اليوم التحديث الأول اللي نزل معنا بالسيزون 3 شابتر 2 الصراحة فعلا خرافي، ما لي عرفان من بلش. أول شيء رح بلش لكم بالإيميل اللي بعثت لنا إياه إيبك جيمز وبعثته لجميع صناع المحتوى، مثل مظهر أمامك هي صورة الإيميل. أول شيء مكتوب عندك هوت نيو وابن، يعني في سلاح جديد أو سلاح حلو جدا رح ينزل معنا باللعبة على فورتنايت، بس لحد الآن ما نزل معنا بملفات اللعبة أي سلاح جديد. نزل كم سلاح بالسيف ذا وورد بس إحنا عم نحكي على الباتل رويال حاليا، ما في أي شيء نزل معنا. المفروض كان ينزل الفلاور جان اللي ظاهر أمامك بس ما نزل معنا بملفات اللعبة. حاليا في 10 ملفات مشفرة باللعبة فممكن يكون واحد منها. وبالنسبة للال تي ام مود، يعني شو هذا الال تي ام مود؟ اللي هو بيكون عبارة عن طور بيجي بيكون يا اما سنايبرات يا اما مثلا مثل التيم رامبل بس غير شكل، يعني هدول المود اللي بيجي مؤقت بس مود دائم مثل السولو والقصص هاي. حكت فيه الشركة انه رح يجي معنا مود كتير حلو ورح يجي اشياء جدا بالنسبة للمود. ولحنا صار معنا جليتش من فترة مع لاعب اجنبي انه صار عنده جليتش، طلع عنده طور البرجر والطماطم اللي ظاهر امامك بالصورة، طلع عنده بالمود بس اختفى بعد منا. فبس في اطوار كتير رح ترجع معنا بالنسبة للطور الالتين. وبالنسبة لاخر خانة اللي هي احلى خانة معنا كانت بهذا الايميل، انه في هيرو جديد رح يجي معنا باللعبة على الايتم شوب. هلا انا رح احكي لك مين هذا الهيرو او مين هذا البطل، وانت رح تستغرب الصراحة مين هذا البطل وشلون رح يجيبوه معنا. طبعا كلنا نعرف شركة مارفل اللي هي الراعي الرسمية لسيزن 2 شابتر 2 ولأيام ذا اند، وقت حدث الشابتر الاول نقلنا على الشابتر 2، في شغلة جديدة صارت معنا انه في هيرو جديد او بطل جديد جاي معنا على اللعبة. هالبطل يا شباب اللي هو عبارة عن كابتن امريكا. كابتن امريكا يا شباب كلنا بنعرفه، ان شاء الله جاي معنا كابتن امريكا يوم 4 يوليو، يعني يوم الاستقلال الامريكي اللي هو معروف شعبيا من يوليو، يعني الرابع من يوليو بيكون، يلي هي عطلة فدرالية واستقلال امريكا والقصص هي. مالنا بهذا الحديث، يلي اللي احنا قلنا فيه انه يوم 4 يوليو يعني يوم 4/7 رح يكون استقلال امريكا، عيد استقلال امريكا، ورح ينزل معنا سكين كابتن امريكا. وكمان ظهر معنا بملفات اللعبة والتسريبات انه في درع خاص بكابتن امريكا موجود جوات ملفات اللعبة، فهذا الشيء بياكد 100% واحد الاشخاص اللي بيشتغلوا بشركة ايبك جيمز سرب هذا الكلام انه سكين كابتن امريكا قادم معنا يوم 4 يوليو، وانا متاكد كمان انه قادم معنا لانه في سكين شبيه جدا بسكين كابتن امريكا تبع الافنجرز اللي ظاهر امامك بالصوره، مو طبيعي شو بيشبهه، يعني بتحسه هو نفس المنظر بالشكل. فكابتن امريكا قادم معنا وفي صوره تسربت من جوات ملفات اللعبه اللي ظاهره امامك شبيهه جدا الى، يعني هي التشبيه اللي جواتها ممكن ينزل شيء مثلا مثل لودينج سكرين او مود انه يعطينا مهمات، لانه في مهمات مشفره حاليا يعطينا لودينج سكرين ممكن، فما حدا لحد الان بيعرف. فكابتن امريكا قادم معنا ويوم 4/7 ان شاء الله عيد استقلال امريكا رح ينزل معنا هدول السكنات، متوقع تقريبا 80% انه يرجع هدول السكنات. فهذا الخبر بس بدي منك توفر في باكس. وبالنسبه لكلامنا على الفي باكس، في خبر حلو جدا رح ينزل معنا حاليا فورتنايت. انت لو كان معك 1500 في باكس وبنفسك تشتري سكن ب 2000 في باكس، انت مالك مضطر تشحن في باكس اللي هو ال 1000 اللي هي ب 10 دولار. انا لو معي 1500 في باكس بدي اشتري سكن ب 2000 في باكس، مالي مضطر اشحن مثلا 10 دولار اللي هي 1000 في باكس كامله مشان اشتري سكين. لا، صار عندنا ميزه جديده حاليا بفورتنايت لسه ما نزلت، متوقع لسه ما نزلت، انا الصراحه ما فتحت اللعبه بس هي اكيد رح تنزل. هذا الشيء بيخليك انك انت تشتري 500 في باكس فقط لا غير، اللي احنا بنعرف انه اقل شيء بالايتم شوب او بالستور 1000 في باكس، بس هلا الميزه الجديده اللي حتخليك تشتري 500 في باكس يلي هي تخليك انك انت تشتري الشيء اللي بدك اياه بس ما تشحن 10 دولار، تشحن 5 دولار. هذا الخبر جدا حلو جدا اسطوري. خلينا هلا نفوت بالنسبة للسكنات المسربة، مثل مظهر امامك هي صورة السكنات المسربة كلياتها، عم بعرض لك اياهم على السريع لانه هلا رح اعرض لك بعدين فيديو بورجيك كل السكنات وكل الرقصات، فهذا هي الصورة هيك تخي سريعة يعني مشان ورجيك انا هلا الرقصات في فيديو. خلينا هلا احكي لك بالنسبة للتحديات، تحديات سكين اكوامان فتح معنا تحديات الاسبوع الثالث والرابع والخامس بملفات اللعبة، رح اعمل لك فيديو منفصل عن التحديات المسربة الخاصة باكوامان. وبالنسبة للتحديات الاسبوعية فتح معنا تحديات الاسبوع التالت
الثالث والاسبوع الرابع والاسبوع الخامس كمان بملفات اللعبه. فان شاء الله راح احكي لك تسريب جميع هدول التحديات. راح صير نزل لك التحدي قبل ما ينزل وقته بيوم او يومين عشان تكون ريدي، وبعد منها بنزل لك التحديات مره ثانيه وقت تنزل. وبالنسبه للتحديات الجديده، ظهر معنا تحديات جديده اللي اسمها بلو از بيتر، يعني الازرق هو الافضل، والجولد، ونزل معنا شيء اسمه شومب. هدول التحديات لحد الان مو معروفه شو هي، بس ان شاء الله انا راح اشرح لك اياها مثل مظهر امامك هن الصور عم تروح وتجي. فهدول هن التحديات، انا ان شاء الله راح اشرح لك التحديات هدول واحدة واحدة واشرح لك شو هن، بس انا لافهمهم اكثر لانه هذا الفيديو مجرد تسريبات واقول لك كل شيء نزل على اللعبه بهذا التحديث. ونزل معنا شيء خرافي جدا بملفات اللعبه يلي هي اسلحه الميسك، السكار والميني جان والجرابلر والمياو تشار، هذا مياو بياو تقريبا. هدول الاسلحه اللي ظاهرين امامك نزلوا معنا بملفات اللعبه. حاليا كل الاسلحه القديمه رجعت على ملفات اللعبه بالنسبه لسكاي ومياو وكل الناس، ما عدا في سكن تقريبا تي ان تينا كمان ما رجع. فهدول هن الاسلحه الميسك اللي رجعوا لملفات اللعبه، بس مو معروف حاليا انت رح يرجعوا. وبالنسبه للبوسترات الجديده، نزل معنا بملفات اللعبه بوسترات جديده مثل مظهر امامك للسيارات. هذا الشيء شبه رسمي للسيارات، بياكدنا انه السيارات قادمه معنا قريبا جدا، قربت السيارات لانه نزلوا البوسترات. فممكن يروحوا بعد تحديث وممكن يروحوا بعد اسبوعين، لحد الان مو معروف، لانه حاليا بعد هذا التحديث نسبه المي ما خفت ابدا بالماب مثل ما توقعنا. الصراحه طلع توقعنا غلط، ما خفت ابدا على التحديث. ممكن خلال هالتحديث هذا او الفتره الجايه تخف المي لانه السيارات طلعت البوسترات، وهي شكل الماب مثل مظاهر امامك. ونسيتكم شغله اللي هي التحديثات، احجام التحديثات يا شباب. احجام التحديثات للبي سي 2.9 والبلاي ستيشن 4 3.8 والاكس بوكس 3.3 جيجا بايت، هدول هن احجام التحديث. وخلينا هلا نفوت على الاضافات العشوائيه. الاضافات العشوائيه اللي اجت معنا يا شباب هي اربع صور او تقريبا خمس صور لمباني جديده نزلت معنا بملفات اللعبه، اللي هي عباره عن جزيره لاكوامان، وعباره عن مدينه هابي هاملت اللي بتذكرها بالسيزون 7 تقريبا، وعباره عن بركان اللي متذكر ايام حدث البركان، وعباره كمان عن قراصنه، عن بيت القراصنه اللي نزل معنا ايام السيزون 7 تقريبا كمان، ونزل معنا الكوخ تبع القراصنه اللي كان بتلاقيه عالي. هدول الاربع او خمس صور نزل معنا بملفات اللعبة اماكن جديدة، فلحد الان مو معروف شو استخدام، ما بنعرف الصراحة شو استخدامهم، بس نزلوا معنا بملفات اللعبة. فنتوقع كل شيء. بالنسبة للجزيرة، هي جزيرة اكوامان، مؤكد انه جاي معنا بالبطل رويال. بس بالنسبة للاربع صور التانيين ما بعرف الصراحة شو شغلتهم، بس نزلوا معنا بملفات اللعبة. ومثل مظهر امامك هي الصورة من ملفات اللعبة. هي الصورة عبارة عن سمك جديد قادم معنا على البحيرات، يعني بتقدر تصيد سمك جديد. هذا هو الشيء بالنسبة للسمك. السمك اجى معنا اربع انواع جديدة للسمك رح ينزل معنا، بس لحد الان مو معروفين شو هن. وبالنسبه لهذا اللوجو اللي ظاهر امامك، هذا اللوجو رح يكون عباره عن لوجو خاص بالبنزيما او عباره عن ستيشن غاز مثل مظهر امامك. هذا هو اللوجو. بنعرف كلياتنا انه السيارات قادمه النا، ورح نحتاج امو باترول عشان نعبيها، او رح نحتاج مثل خزانات وقود مشان نعبيها بعد ما نمشي فيها فتره او مسافه. فهذا اللوجو نزل معنا، هذا اللوجو رح يكون تقريبيا للغاز ستيشن، او رح يكون على محطه البنزين مشان تقدر تروح تعبي فيها، او ممكن تكون معنا بالخريطه. لما تفتح الخريطة تلاقي معلم لوجو، هي لحد الآن مو معروف شو شغلته، بس هذا اللوجو الخاص تقريبيا بالغاز ستيشن. وبالنسبة للرقصة الخرافية اللي نزلت معنا، الرقصة الخرافية اللي نزلت معنا يا شباب اللي هي رقصة التيك توك. لو انت حابب تشوفها كلياتها للصوت بالنسبة لرقصة التيك توك، فأنا رح اترك لك اياها عندي على رابط الصفحة تبع الفيسبوك مشان تشوف الرقصة، لأنه هم في كوبي رايت ما رح اقدر شغل لك الرقصة النغمة تبعها، بس رح اسمعك جزء بسيط منها أنا وعم شغل لك اياها مشان ما آخذ كوبي رايت وآخذ حقوق نشر على هذا الفيديو. هلا رح اترككم مع مقطع بيورجيك جميع الرقصات، جميع السكنات اللي فتحت معنا. هيك بالنسبة لجميع التسريبات اللي كانت معنا اليوم، مختصرة جدا مختصرة جدا مختصرة جدا. السكنات اللي أخذت ستايل جديد مثل مظهر أمامك، هاي هي هدول السكنات اللي أخذوا ستايل جديد. مبروك عليك يا دميل الستايل هذا اللي ظاهر امامه، لانه هو معه هذا السكن صاحبي، فحبيت بارك له بهذا الفيديو. فبالنسبة للرقصات والسكنات المسربة، هلا رح اترك مع مقطع صغير يورجيك كل شيء، ورقصة تيك توك الجديدة اللي قادمة معنا على فورتنايت. لو حابب تشوفها مثل ما قلت لك، فوت على البيج على الفيسبوك عندي، بعمل ستريم كل يوم او بس مباشر، يعني حسب شو بتقله انت. فبتلاقي تحت بالدسكريبشن رابط الصفحة تبع البث المباشر، بتمنى تفوت عليها وتنورني وتتابعني وتشوف رقصة تيك توك، لانه هنيك ما في كوبي رايت فبقدر انشرها براحتي. فشكرا لك اذا كملت المقطع الاخر. ادرككم مع سكنات وتسريبات جديدة للرقصات، وبرعاية الله، ولا تنسوا اللايك والقصص الحلوة. سلام.